منازلهم في خطوط التماس رحيل من كانوا يتفقدون الأوراق الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم المقدس. أستاذ نبيل الحكيمي فليتفضل بكلماته الصادقة والمؤثرة. في كل المواقع فلك قصرت بها هوى، لازلت تنتظره الغداء، أكاد أؤمن أنك الآن ولها ظللت مجاهدا لا تستحقك معيتا فيها. تعلمت تشبثت ريهام بالمقاومة كحياة نحيي الذكرى الأولى لاستشهاد شهداء الإنسانية وهم الشهداء الأربعة. طبعا تعز ضحت الكثير، تعز قدمت الكثير من الشهداء، لكن هذا بس ذكرى أو إثبات أنه أيضا تعز ميليشيات الحوثي لم تستهدف إلا الرجل المسلح، إنما أيضا استهدفت الرجل والإعلامي والناشط والحقوقي حتى المرأة. لذا هي رحيل الشهداء كلهم سواء عندنا، كل شهداءنا أحياء، كل قضيتهم حية، شهداءنا أحياء وقضيتنا حية وثورتنا مستمرة. تحرير المحافظة و راويها الذي كان معها وهو الشيخ المجاهد مهيب سعيد المخلافي على استكمال تحرير محافظة تعز.